أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال. يقول السائل أبو معاذ: أنا أقول في دعائي: اللهم ارزقني بزوجة في غاية الصلاح والجمال والحياء، هل هذا يدخل في الاعتداء في الدعاء أو لا يدخل؟ لا يدخل في الدعاء، لكن أن تسأل الله امرأة صالحة، أن تسأل الله امرأة صالحة طيبة، هذا أولى من الاعتماد على الجمال. وربما تكون جميلة لكنها غير مريحة، وربما تكون غير جميلة على المطلوب وتكون مريحة لزوجها. يسأل الله المرأة الصالحة، نعم، الطيبة، نعم.